نبقى في أجواء يعني التطورات في الأسواق الخليجية، وللحديث أكثر عنها ينضم إلي من دبي طلال طقان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بي اتش ام كابيتال. أهلا وسهلا بك سيد طلال. يعني تابعنا يعني منذ قليل كنا نتحدث عن تفوق الطروحات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط على أوروبا للمرة الثانية، يعني فقط منذ الأزمة المالية العالمية. إلى ماذا تعزو تفوق هذه الطروحات، والتي يعني كما تشير بعض البيانات إلى أنها نادرا ما تحدث؟ يعني يعطيك الف عافيه. هلا شوف، الاصدارات الاوليه اللي هي طبعا بنسميها ادوات الملكيه لتمويل رؤوس اموال الشركات، لها دائما مواسم حسب الحلقه الاقتصاديه. يعني احنا شفنا كمان في الاسواق الامريكيه والاوروبيه وجنوب وشرق اسيا طروحات ضخمه جدا خلال الفتره الماضيه، وطبعا العوامل الاقتصاديه الكليه هي اللي بتعم تتحكم. اذا بدنا نرجع نشوف العام الماضي، طبعا المناطق اللي هي الشرق اللي هي بمناطق مناطقنا اللي هي المينا ريجن او الشرق الاوسط وشمال افريقيا، شفنا حوالي 21 اصدار السنه الماضيه بقيمه حوالي 8 مليار دولار، وهي السنه باعتقادي انه يزيد احجام الاصدارات التلويه اللي بتنضم للاسواق. والسبب بسيط، اولا في سبب له علاقه بتحسن الاوضاع الاقتصاديه بشكل عام لاسواق خاصه في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع اسعار البترول وزياده الطلب على السلع في الاسواق الناشئه بشكل عام، اضافه الى انه وهذا بياثر على الاسواق العالم كلها اللي هي لما يكون في انتهاء لموجه انخفاض اسعار الفوائد والرجوع مجددا الى الارتفاع او التوقع بالارتفاع، تصبح الشركات نوعا ما تفضل أن تقوم بإعادة تمويل بعض الديون خاصة أنها أثقلت خلال فترة الانخفاض في أسعار الفوائد من خلال طروحات أولية لما يكون الأسعار جيدة في الأسواق، والأسواق ارتفعت بشكل جيد خاصة السعودية وأبو ظبي خلال عام 2021، وبالتالي صارت كلفة رفع رأس المال من خلال حقوق المساهمين. طيب طلال، لكن احنا يعني أريد أن أستفسر من جزئية، يعني الذي يتحدث عن هذا التفوق كان يربط دائما عامل النفط والأزمة الروسية الأوكرانية ب يعني وصول هذه التدفقات إلى المنطقة. ربما نشهد زخم، يعني كمقارنة نشهد زخم في أسواق الخليج، لكن لا نشهده في السوق المصرية مثلا، وهناك خطط يعني لطروحات حكومية لدعم السوق. هل الأمر مختلف؟ يعني هل يختلف الأمر من سوق إلى آخر؟ ما هو وجه الاختلاف؟ هلا وجه الاختلاف، اولا اسواق مثل السعوديه الامارات وقطر عندها عدد اسهم لا باس فيه منضمه الى مؤشرات الاسواق الناشئه اللي هي عاده المعايير اللي بتستند عليها صناديق الاستثمار الضخمه الخاصه المؤسسات، وبالتالي السيوله عاده افضل. اسواق مثل مصر يعني في محدوديه في نشاط التداول، عدد محدود من الشركات اللي فعلا بتكون نشطه، في عدد كبير من القطاعات والشركات المدرجه، ولكن اللي مدرج على مثلا المؤشرات الاسواق الناشئه لا يتجاوز 3 أو 4 شركات، فهي احد الاسباب. والسبب الاخر ايضا نتيجه لانه الاقبال من المؤسسات يكون عاده له يعني اسعار الصرف، مخاطر اسعار الصرف وارتفاع اسعار الفوائد للاقتراض بهدف ايضا يعني جزء كبير من عمليه الاكتتاب هي الاقتراض، خاصة الأفراد والمؤسسات، إذا كانت أسعار الفائدة على العملة المحلية للاكتتاب مرتفعة يكون الطلب أقل. فأنا باعتقادي هاي إحدى الأسباب، والسبب الأساسي هي أيضا تحسن السيولة في أسواق مثل أبو ظبي ومثل السعودية. طيب إلى أي مدى ونحن نرى هذا الاتجاه، يعني وكأنه بدأ ينشط على الأقل، لو لم نشهد حتى الآن مثل هذا النوع من الطروحات، اليوم يبدو أن هناك في اتجاه للاستفادة من الطروحات المزدوجة، هذا إلى أي درجة هو مهم للأسواق اليوم في المنطقة؟ شوف، طالما في اصدارات مزدوجه والاصدارات هاي للشركات تنتمي لقطاعات حيويه، خاصه يعني شفنا احنا اكوا باور في السعوديه وادنوك دريلينج او الحفر في الامارات تنتمي لقطاع الطاقه اللي هو عم يستفيد، سواء كان من خلال شفنا خلال الازمه السياسيه ما بين روسيا واوكرانيا او غيرها من عوامل انتعاش الطلب مجددا مع تحسن الاقتصاد العالمي، يجب ان يكون هناك تداخل بين الاسواق وتوائم المعايير والشفافيه بين هاي الاسواق، راح يتحسن بشكل افضل لما تبدا الشركات تظهر طلب في الادراجات المزدوجه، ويصبح ايضا التقييم متقارب بين الاسواق. يعني احدى المشاكل اللي بتواجهها اسواقنا انه بتشوف اسواق معينه مثلا مثل عمان، اسواق مكررات الارباح والتقييم منخفض جدا نتيجه انخفاض السيوله،
وايضا تقييمات في السعوديه اعلى من غيرها في الخليج، لما يكون في ازدواج في الدرجات تساهم في عمليه انه تكون التقييمات نوعا ما مش بعيده او الفروقات نوعا ما معقوله. وهذا كان سؤالي التالي اليوم عندما نتحدث عن التقييمات السعريه للاسهم، كيف تراها؟ اين تراها بالنسبه للسوق ولجذب هذه السيوله ايضا؟ احنا داخلين في مرحله ارتفاع اسعار الفوائد، عمليات التقييم تنخفض من ناحيه المقرر الارباح المتوقع، يعني احنا دائما لما نحكي عند اسواق لما اسعار الفوائد تكون منخفضه جدا العوائد البديله منخفضه وبالتالي يزيد الطلب على اسواق الاسهم وتصبح مقررات ارباح مرتفعه مقارنه مع التاريخ. بس طالما احنا شايفين في ارتفاع في اسعار الفوائد ولكن لو كان بشكل معقول باعتقادي ان تحافظ على مقررات الارباح بل ترتفع تدريجيا، خاصة إذا شفنا في زيادة في الموازنات العامة للدول، وتعتمد أيضا في عندك أنشطة جديدة، أنشطة قوية يعني ومهمة جدا، يعني نحكي على كأس العالم في قطر، نحكي على أحداث تستضيفها السعودية، التدفقات النقدية مثل ما تذكرت أيضا من الأزمات السياسية اللي عم ترجع للمنطقة عندنا هون أو تستهدف مناطقنا، هاي العوامل الاقتصادية تزيد من توقعات النمو. وطالما اسعار الفوائد اذا ارتفعت بشكل كبير نظره اخرى، ولكن اذا كانت بشكل معقول باعتقادي المكررات الارباح اللي تكون راح تكون مقبوله والتقييمات ستكون افضل من العام. طيب ايضا طلال، يعني تابعنا مؤخرا مورغان ستانلي يعني تصنف بعض الاسواق في المنطقه بتصنيف النشط اوفر ويت. هذه الأسواق كانت من ضمنها طبعا الإمارات السعودية والكويت وأيضا قطر، لكن ما يدعو فقط للتساؤل هنا، هناك بعض الدول من هذه الدول كانت يعني تتجه نحو تنويع اقتصاداتها بعكس مثلا دول مثل الكويت، فاليوم أين تقع المفارقة بالنسبة لهذه الأسواق ويعني بأنها تكون أكثر جاذبية من غيرها؟ التنويع القطاعي هو رقم واحد باعتقادي، يعني اعطاء فرص للمشاركه، يعني دور الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي دور كبير، وفي عندها شركات تابعه سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر لشركات قابله حكوميه تستفيد من الاحداث القادمه، فطالما هناك اعطاء فرص وتقييمات للاصدارات الاوليه جيده، ويعني عم نشوف مثلا اليوم طرح ديوا في الامارات على النطاق السعري حتى لو على اعلى نطاق على السعر بيعطي عائد 5% على مستوى المخاطر المنخفض، مثل هاي الفرص وشركات مثل ديوا على سبيل المثال هي شركه رح تستفيد من ارتفاع عدد الزوار والسكان وايضا معدل انفاق الفرد، طالما في هناك تنسيق ما بين شو اتاحه الفرص الاستثماريه، يعني لا يتم بشكل عشوائي، يتم دراسه من قبل لجان متخصصه انه هاي هي الفرص النمو الموجوده، نحن بحاجه لتمويل، يعني دعنا نستفيد من اسواق راس المال والافراد يستفيدون من الفرص الاستثماريه، طالما هذا التوجه اللي باعتقادي بدا من العام الماضي هو التوجه اللي راح يكون بيميز الاسواق، يعني بيميز الاسواق عن اخرى وخاصه الاسواق للامارات والسعوديه. طلال توقان الرئيس التنفيذي للاستثمار في بي اتش ام كابيتال، انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه، كنت معنا مباشره من دبي.